اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الزمالك في كل مكان وملعب الناشئين. معانا في نادي الزمالك النهارده نجم كبير، هو صحيح سنه صغير انما هو حارس مرمى المستقبل، حارس مرمى نادي الزمالك في المستقبل ان شاء الله باذن الله. معانا كابتن سيد عطيه، حارس مرمى نادي الزمالك لقطاع الناشئين. كابتن سيد ازيك؟ ازي حضرتك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ تمام والله الحمد لله. كويس؟ كويس الحمد لله. ايه الاخبار؟ ايه الشعر ده؟ انت ستايل بقى، لازم نختلف عن الناس. ستايل يعني؟ انت يعني بتقتدي بحد ولا هو كده عامله كده؟ لا انا عامله انا كده. بتتفائل يعني؟ اه بتفائل بيه. والله؟ اه والله. يعني ايه الحكمه يعني انك تعمل شعرك كده؟ ما فيش، يعني في سنه كنت عامله كده والحمد لله كنت ماشي كويس، فبتفائل بيه بقى طول ما انا سايبه كده. مشيت بقى فقلت امشي على طول. بالظبط كده. تمام. بقول لك كابتن سيد، قول لي بقى يعني بدايتك في نادي الزمالك، حكايتك، قصه انضمامك للزمالك كانت ازاي؟ انا كنت في بلديه المحله، عقد خلص معاهم، فكابتن احمد صالح كلمني، جيت مضيت في الزمالك 2018. لعبت اول سنه، جيت اول سنه قعدت فيها احتياطي لحد ما ربنا كرمني وبدات في اخر الدوري كده، وبدات بقى من ساعتها وانا اساس الحمد لله. يعني اللي اكتشفك كابتن احمد صالح؟ ايوه. في البلديه هناك؟ اه كان عادي خلص في البلديه ساعتها. اه وشافك كابتن احمد صالح فين؟ في ماتشات ولا في تدريبات ولا ايه بالظبط؟ لا كنت انا ساعتها في البلديه محل يعني مسمع شويه، فهو من المحله بقى ولعب في البلديه وعارف الناس هناك. انت مواليد 2001 صح؟ ايوه. سؤال، انت كنت بتلعب في البلدية المحلة ناشئين؟ لا فريق اول. فريق اول؟ اه. بعدين جيت الزمالك انا. وانتقلت من بلدية فريق اول لناشئين الزمالك. ما كانتش بالنسبة لك مقلقة بتلعب فريق اول ومعرض انك تلعب دوري ممتاز في البلدية وانتقالك للزمالك، هل ده بالنسبة لك انت كانت وجهة نظرك ساعتها وجهة نظر والدك، هنتكلم طبعا على الأسرة، لكن وجهة نظرك ايه ساعتها من 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 فريق اول بلديه لناشئين الزمالك؟ ما خفتش؟ ما قلقتش؟ لا، لان ناشئين الزمالك برضك حاجه كبيره، لان من ساعتها كان عندي منتخب شباب، فكان اللي هيساعدني اكتر الزمالك، يعني الزمالك اسم حتى عن البلديه حتى لو ناشئين، فهي اللي كانت هتساعدني ان اروح المنتخب اكتر. يعني انت بصيت ان نادي الزمالك هيساعدك اكتر ان اروح المنتخب الشباب؟ تروح منتخب ناشئين. انت كنت في، وانت في البلديه كنت في المنتخب ولا ما انتقلت؟ لا ما انتقلتش غير لما جيت الزمالك تاني سنه ليا في الزمالك. يعني انت كنت بتلعب فريق اول في بلديه وجيت نادي الزمالك ناشئين واتخذت منتخب من نادي الزمالك؟ بالظبط كده. طيب ده بي ده بي بي يعني بيؤكد كلامك وعايز اخدك لحته مهمه جدا. اكيد فرق معاك اسم نادي الزمالك يا سيد في الفتره اللي فاتت دي. اه طبعا فرق معايا، حتى في المنتخب لما اكون رايح وانا في الزمالك ده بيجي تدي له فرصه اكتر ان انا ممكن اكون اساسي، عكس لو كنت في البلديه ممكن ما كنتش اروح اصلا. فالزمالك ساعدني كتير في حكايه ان حتى يكون لي وضع كويس في المنتخب. كابتن احمد صالح شافك في تدريبات وشافك في مباريات، كان هو شغال في البلديه ولا كان بالصدفه من هناك؟ هو ليه زمايل هناك واكيد كلموه كويس عني. اه لو كابتن احمد صالح اساسا من المحله؟ اه يعني هو عارف ناس في المحله كتير. وانت من المحله؟ اه. من ايه؟ من المحله بالظبط. اسمها ميت بدر حلاوه. ميت بدر حلاوه. اه والدك بيشتغل ايه؟ محامي. محامي. انت قلت لي ان والدك اهلاوي. اه. والدتك زملكاويه. بالظبط. ايه طب يعني لما جيت بقى الزمالك والدتك كانت يعني سعيده بهذا الخبر؟ طبعا كانت فرحانه قوي. والله. برضه والده برضك فرح لانه طبعا كان عارف ان مصلحته اه تكون برضك في الزمالك كويسه. صحيح. وانت قلت لي بتدرس ايه؟ كليه حقوق في طنطا. انت دخلت حقوق عشان خاطر والدك ولا عشان بتحب المحاماه عموما يعني؟ لا هو عادي يعني كان برضك المجموع اللي كنت جايبه ساعتها وعشان برضك اكون زي والدي. اه يعني بتقتدي بوالدك في قصه المحاماه يعني؟ طبعا. اه. طب قول لي ازاي بتوفق يا سيد ما بين منتخب شباب كنت ومنتخب ناشئين، وهنتكلم على الكلام منتخب اولمبي وهنتكلم على دورك في المنتخب وعشت ازاي وكده، ولكن بتوفق ازاي ما بين دراستك وما بين تدريباتك هنا وبين المنتخبات اللي انت فيها؟ طبعا وقت الماتشات بضطر اكون في النادي، ايام الامتحانات ممكن استاذن من المدربين ان انا اروح امتحن واجي، فانا ساعتها في فتره معينه ممكن قبل الامتحان باسبوع بكون معاه ملخصات واللي اقدر المه ساعتها بقى، بس هي الكوره لا الاولويه، الكوره هي الاول. الاولويه. اه ليه اخترت المحاماه؟ يعني ليه اخترت حقوق؟ لان مستقبلها بيبقى حلو برضه، عشان لو ربنا ما وفقش في الكوره برضه الشهاده موجوده بتكون شهاده حلوه. صحيح. وتقدر اشتغل بعدها. اشتغل يعني. ده فكر جميل. طب قول لي يا سيد، انت يعني حراسه المرمى جت معاك بالصدفه ولا انت اخترت حراسه المرمى؟
انا والدي كان حارس في الاساس. والله يعني بلا لعب كوره وكان حارس. اه فهو حببني في ان انا اكون حارس مرمى برضه. كان حارس فين والدك؟ لا كان بيلعب تبع مراكز الشباب. مراكز الشباب يعني كان حارس كون كويس؟ كان كويس، وكان جاي له قبل كده عرض في الاسماعيلي ايام زمان، بس ايام زمان بقى والده ما كانش وافق ان هو يطلع بره البلد. طيب قول لي ماتشاتك بقى مع نادي الزمالك هنا، بتلعب انت بتتمرن مع الفريق الاول؟ ايوه. وبتلعب ماتشات مع 2001 صح؟ صح. قول لي علاقتك بحراسه المرمى مع فريق الاول، سواء جبل سواء عواد، يعني قول لي علاقتك بيهم ايه، وهم هل هم بيشجعوك باستمرار؟ طبعا فوق لازم بستفاد منهم، ودايما ببص عليهم في التمرين في كل حاجه بيعملوها. هم دايما حتى ما بيبخلوش علينا بمعلومه. يمكن جبل بيتكلم معايا كتير، وبرضك عواد بيتكلم معايا كتير قوي، ودايما بيساعدونا ان احنا خلاص لازم نكون نجوان فريق اول، نشيل عقليه ان احنا ناشئين فوق. اه مين بيمرنك في نادي الزمالك هنا؟ في الناشئين؟ في الناشئين كابتن حسني مسعد. وكابتن؟ كابتن ميشو بيجي معاه الماتشات في الفترة الأخيرة. اه لأن كابتن حسني تعبان. هنتكلم مع كابتن محمد جواد عن مستواك وكده وبتاع. قول لي بتشجع مين عالميا يا سيد؟ ريال مدريد. ريال مدريد. مين حارس المرمى المفضل ليك؟ كاسياس. ايه اللي بيعجبها في كاسياس؟ والجون ده كسر قاعدة ان الجون لازم يكون طويل، هو كسر قاعدتها بتحركاته تحت الجون، وكان بيعمل الكرة التانية حلوة قوي فيها، ورد الفعل عنده كان سريع. طب بمناسبة بقى الطول والحاجات دي، انت برضو من الحراس المرمى اللي مش طوال قوي. بالظبط. دي بتسبب لك مشكلة، ولا انت عندك بتقدر تعوض الكلام ده برشاقتك بمرونتك؟ انا ليا صورة، في صورة غريبة جدا ليك انت وانت طاير كده في الهواء، هنجيبها لك برضو. صورة غريبة انت يعني عملتها ازاي؟ الاول جاوبني على السؤال بتاع كاسياس ده، هل قصر القامة ده ما بيسببكش مشكلة؟ لا، هو في بعض الاحيان بس انا بقدر اعوضه بمرونة في الرجل، بقوة في الرجل، عشان الجنب بتاعي بيساعدني فيها. التراي مثلا لو رجلها قوية فبتعوض معايا الطول. اه انا سمعت ان انت دايما بتحب ترقص في ال 18 وبتعمل حاجات كده، وبتوقف قلب المدربين بتوعك. انت حريف يعني، لعيب كوره كويس بيبقى ولا في وقت لازم اعمل كده؟ والله انت اشول اساسا. اه اشول. طب قول لي الكابتن ربيع ياسين في المنتخب صحيح كان هيعتمد عليك كباك شمال في فتره من الفترات؟ كانوا بعتهم قالوا ان قائمه الفريق 20 لعيب. اه فساعتها كان 3 اجوان، فكان هيبقى في 17 لعيب، فهو كان ساعتها قال لي ممكن احتاجك كلاعب، لان في التقسيمات حتى كنت ساعات بشارك كتير كلاعب. يعني الكابتن ربيع ياسين قال لك فعلا كده؟ اه قال لي قبل السفر باسبوعين. والله. والله. اه طب علاقتك بقى بال يعني استفدت من انك انت تدريباتك مع الفريق الاول والصعود للفريق الاول وتدريباتك مع مدربين اجانب او مدربين مصريين، ده اداك باور كويس واستفدت من القصه دي بشكل جيد؟ اه طبعا، ده بيديني حتى تقلي في الملعب لما انزل العب مع ال 2001. انا خلاص دلوقتي بتمرن فوق مع لعيبه كبار، فبالنسبه لي ان اي كره صعبه مع الفريق الاول بالنسبه لي تحت بتكون سهله، لان فرق الخبره وفرق العمر برضك بيفرق، فهو فوق بدي ثقه شويه عن تحت. دور المدرب الحراس اللي هو في الفريق الاول هو طبعا اجنبي، وانت عندك كابتن حسني مسعد وكابتن ميشو او محمد عبد الجواد. الفرق، هل فرق كبير بين الاثنين مدربين وانت بتتمرن معاهم، ولا انت بتستفيد من دول وبتستفيد من ده؟ لا طبعا ما فيش فرق كبير قوي، بس في شغل ممكن ده بيكمل ده. يعني المدرب الاجنبي بيعتمد مثلا على قوه الرجل، في هنا كابتن حسن موسى وكابتن ميشو بيعتمدوا معاه على رد الفعل والكور العرضيه. فهي الميزه ان كل واحد فيهم بيكمل الثاني، يعني الاثنين مدرسه فيهم مختلفه وبيكملوا بعض. اه كل واحد فيهم بيديك حاجه معينه. بالظبط، فبستفاد من الاثنين فيهم. طب تقدر تقول لي خدت ايه من الراجل المدرب الفريق الاول؟ بيشتغل على الرجل كتير، قوه الرجل. بيشتغل ايه؟ على قوه التحمل وان رجلك تكون كويسه. اه فدي بتساعدنا انا اكتر، حتى عشان يمكن مش طول قوي، فدي بتساعدني. طيب والكابتن بقى حسني مسعد والكابتن محمد عبد الجواد، استفدت منهم ايه هنا في القطاع الناشئين؟ رد الفعل والاوفرات، الكره العاليه. الكره العاليه. عندنا حراس كتير يا سيد زي كده في القطاع، ولا قصه عامله زي حراسه المرمى؟ الزمالك طمن جمهور الزمالك على حراسه المرمى في المستقبل. انا في طبعا كتير قوي.
يعني في محترفين، في مثلا احمد نادر سام محترف بره، في محمد نديم ده معايا في 2001 ومعايا فوق، وفي عبد الرحمن اللي بيلعب 2003 وفي 2005 برضك، يعني لا في جوان كتير حلو، حتى 2007 فيها جوان كويسه. والله انت مطمن ان شاء الله باذن الله ان في مستقبل لحراسه المرمى في نادي الزمالك؟ طبعا. طيب سيد، انت قول لي، انت لعيب منتخبات من صغرك، احكي لي بقى قصتك مع المنتخبات. انا رحت مع الكابتن ربيع منتخب الشباب الاول، رحت ده سنه كام؟ ده في 2019. كان في بطوله ساعتها في السعوديه، فانا كنت حارس ساعتها سادس، لان كنت لسه رايح جديد على المنتخب. حارس سادس؟ سادس نمره لا. ستة. لا استنى نقف، مين اللي كان الخمسه اللي قبليك؟ كان اللي كانوا راحوا قبلي بسنه كان حمزه علاء جون الاهلي، عبد الرحمن جون بيراميدز، وايهاب العايدي جون المصري، ومحمد سيحه جون المقاولين، وكان في جون كمان معاهم عصام برضك عاصم بتاع الاهلي، كان الجون الثاني ساعتها. يعني ترتيبك كان رقم سته في حراسه مرمى منتخب الشباب بالظبط. احكي لي بقى قصه جت ازاي؟ قبل البطوله بشهر كان في ثلاث حراس اتصابوا، لما تاتا الاول والله كابتن ربيع، سافرت معاهم انا كحارس، اول ما سافرت كنت حارس ثالث. عدى اول ماتشين، بعدين الماتش الثالث انا اللي بدات العب وكملت لحد ماتش التصفيات، لحد لما الحمد لله بقيت اول. انت كنت معاهم في دوره في تونس اعتقد؟ كنا البطوله الرسميه بتاع تصفيات افريقيا اللي هي ما اتلعبتش دي. ما اتلعبتش. احكي لي برضو الظروف اللي انتوا عشتوها هناك في قصه الكورونا والمعاناه اللي انتوا شفتوها هناك، وعدم لعبكم ده ضركم انتوا كجيل؟ طبعا هو الجيل بتاعنا كان مثلا في ناس كتير بتلعب دلوقتي في الممتاز، بس كان يبقى في ناس اكتر، بس موضوع كورونا ده ضرنا كتير قوي، لان كنا حوالي 16 لعيب او 18 لعيب عنده كورونا. كنا بنطالب من الاتحاد ان هو ياجل لنا الماتشات، بس ما ساعتها كان الاتحاد الافريقي رافض ان الماتشات تتاجل، فالفرق التانيه خدوا ماتشاتنا كلها انسحاب. لان ما كناش مكملين سكور الماتش. زعلتوا يا سيد ان انتوا ما اشتركوش؟ انا سمعنا ان انتوا عملتوا هناك يعني عندكم اصرار انكم تكملوا البطوله وتلعبوا البطوله برغم قرار الانسحاب. احنا حتى احكي لي تفاصيل واحكي لي كواليس الرحله دي، لان ناس كتير جدا جدا الحقيقه كان عندها زي يعني كان في جدل كبير جدا وجدال كبير في قصه المنتخب بتاع الشباب او الناشئين اللي كانوا في تونس. احنا طبعا كنا زعلنا لان تعب سنين راح بمجرد حتى ان احنا ما نزلناش الملعب. احنا كنا بنصر منهم حتى لو نلعب 12 لعيب واحد قاعد دكه، بس كان ساعتها الاتحاد رفض قال لازم يكون 15 لعيب. فده اثر علينا جامد، حتى لما بعتنا جبنا لعيبه زياده من مصر، في لعيبه مننا طلعت ايجابي كمان كورونا. فده كان صعب الموضوع علينا قوي. صحيح. فاضطرينا ان احنا ننزل مصر بعدها، لان حتى المعامله في تونس ما كانتش مريحه بالنسبه لنا. فطلبنا ان في طياره تيجي تاخدنا، وساعتها الوزير ما قصرش وبعت لنا طياره خاصه خدتنا نزلنا مصر. كنت تتمنوا انتوا كلاعيبه انك تلعبوا البطوله دي صح؟ كنا طبعا، لان كنا واثقين في نفسنا ان احنا كنا هنصعد وكنا نكسب البطوله لو كنا كملنا. برضه ده سؤال مهم جدا، ان انت كان عندك احساس انت واللعيبه والجهاز الفني طبعا، كان عندهم احساس ان هم هيعملوا حاجه في البطوله دي، عشان كده كنتوا زعلانين جدا. طبعا حتى لو كنا لعبنا بالاحتياطين، لان معظم اللي اتصابوا كان 8 اساسيين مصابين. حتى احنا كنا واثقين في اللي هم الناس الاحتياطي او البدلاء ان هم كانوا هيأدوا وكنا هنكسب. في لعيبه حتى مدربين تونس كانوا خايفين ان هم يلعبوا ماتشنا حتى بالبدل، كانوا عايزين ياخدوا الماتش انسحاب. صحيح. قول لي انت، بيلقبوك هنا في نادي الزمالك بهجيتا. هجيتا الجوره المصريه، عارف انت طبعا هجيتا حارس كولومبيا الشهير، عشان انت شعرك زيه وبترقص كده وبتاع وبتعمل كوارث في ال 18 زيه كده. هنا ده كنا عملنا لقطه في التمرين، فجت بهزار، بس هي سمعت مع الناس. لقطه هجيتا. انت شفت هجيتا؟ لا ما حضرتوش. ما حضرتوش؟ شفت الفيديو ولا بتاع شفت فيديوهاته يعني؟ شفت الفيديو بتاع اللقطه اللي عملناها. بتقلده فعلا ولا في التمرين يعني ولا في التمرين؟ بس الماتش صعب ان اعملها، عايزه بروده اعصاب. يعني انت لو كوره جات لك مثلا من المدافع وعملت نفسك هتشوط، مش هترقص المهاجم وتعدي، ولا بتعملهاش كتير؟ لا ما بعملهاش غير وقت الضروره. وغير لو المهاجم اللي جاي عليا لو هو عارفني سابق قبل كده او حافظ طريقه لعبي، بضطر اشيلها مره واحده عشان ما اورطش نفسي. بس انت كورتك عاليه، بدليل ان ربيع ياسين، كانت ربيع ياسين كان هيعتمد عليك في الباك الشمال في ظل العدد اللي كان موجود في ظل كورونا. صحيح؟ صحيح. طب انت كنت في نمره 5 وانتقلت لنمره 3 وبعدين نمره 1، عملت ايه في الفتره دي علشان تبقى نمره 1، من نمره 6 لنمره 1 يا سيد؟
كنت بشتغل واعمل اللي عليا، ودايما بقول ان ربنا عمره ما بيضيع تعب حد. فانا كنت دايما بشتغل وحاطط امل ان انا اكون رقم واحد. حتى قبل البطوله لما عرفت ان انا مش هسافر فضلت اتمرن بجديه برضك وما رضيتش اهزر لحد ما ربنا خدت بالاسباب وسافرت معاه. سافرت وكنت هتلعب اساسي هناك صح؟ مش انت اللي كنت المفروض تلعب في بطوله تونس؟ تونس كنت انا وحمزه علاء، كان قبل البطوله كنت انا العب ماتش وهو ماتش. كان كابتن ربيع ممشيها كده. انت بتشجع نادي ايه يا سيد عالميا؟ ريال مدريد. ريال مدريد، بتحب مين في ريال مدريد دلوقتي؟ دلوقتي بنزيما. بنزيما هو اللي يعني اللي بيكسب التيم دلوقتي، ويمكن افضل لعيب بعد الرحيل بقى كريستيانو ومجموعه لعيبه الكبيره جدا جدا يعني. مين افضل مدرب اتمرنت معاه وحسيت ان انت فعلا الراجل ده اضاف لك كتير؟ كان كابتن ايمن الطويل. ايمن الطويل كان قبل كده، كان كابتن تامر وحيد طبعا كان ليه فضل برضه ان انا جاي هنا، لانه كنت انا همضي في سموحه، بس هو كلمني وقال لي تعالى امضي هنا. وكابتن ايمن قعدت، كابتن ايمن اكتر واحد اتمرنت معاه. كابتن حسن كنت اعرفه سابقا لما كان ماسك 2003 كان ليه علاقه بيه. فلما مسكني السنه دي برضه اتطور معايا. مين احسن حارس في مصر دلوقتي؟ دلوقتي حاليا محمد الشناوي بارقامه. وفي مين الشباب أحسن؟ محمد صبحي. الشباب محمد صبحي ده هيكون له مستقبل كبير. طب انت خدتني لسؤال مهم، يعني محمد صبحي كنت شايف ان هو كان لازم موجود في نادي الزمالك الفتره دي، ولا انتقاله او خروجه من نادي الزمالك كان خساره للزمالك؟ هو طبعا في ظل تواجد عواد. شايفها ازاي؟ ما في ظل تواجد عواد وابو جبل كان هيبقى صعب. فكانت المنافسه هتكون جامده ما بين الثلاثه. كنا نرجع لمشكله برضك ان كان معاهم ثلاث حراس كبار. لو كان كابتن جنش لما كان بوقف هو وكابتن عواد وكابتن جبل. فلا كان من احسن لصبحي ان هو يطلع، لانه لما طلع حتى الاتحاد كان عامل شغل معاهم كويس قوي. فلو كان جه وقعد هنا كان هيضيع الشغل اللي كان عمله مع الاتحاد. شايف ان كان في مشكله في وجود جنش مع عواد مع ابو جبل بصفتك انت بتتمرن مع الفريق الاول مع المدير الفني، ولا الدنيا كانت عاديه وسهله وزي ما بنسمع كده كان في خناقات وبتاعه؟ لا، ولا الدنيا كانت سهله وكانت علاقات كويسه بينهم وبعض؟ لا كانت علاقات كويسه، بس هي الفكره ان المدير الفني او مدرب الحراس برضو كان بيبقى عليه حمل، ان هو بيدرب ثلاث حراس كل واحد فيهم يقف لفرقه. صحيح، ان كل واحد فيهم يشيل فرقه. فده كان مصعب الماموريه على مدرب الحراس قوي. دي ظاهره صحيه ولا غير صحيه؟ يبقى عندك ثلاث حراس كبار، انت شايفها ازاي؟ لا غير صحيه، لان ممكن هو التلاتة لو كله على قدر ممكن حد يتصاب التاني يتصاب هيكون معايا تلاتة، بس برضك ما فيش حد هيقبل ان هو يقعد لان التلاتة كبار كل واحد فيهم عايز يلعب. تمام، فغصب عن كل واحد فيهم هيكون زعلان ان هو عايز يلعب. مين احسن حارس مرمى في العالم بقى دلوقتي؟ حاليا نوير. بيعجبك ايه في نوير يا سيد؟ ايه اللي انت شايفه في نوير مختلف عن اي حارس مرمى اخر في العالم؟ ان هو بيلعب دايما ليبرو ورا المدافعين، ده قليل قوي اللي بيعملوها. وبيلعب برجله كويس قوي. هو وحارس ايدرسون حارس السيتي. حارس السيتي فدول متميزين بالحته دي كويس. بيعرفوا يعملوا اسيستات للعيب. انت بتحب بدايه الهجمه تبقى من عند حارس المرمى؟ لان الكره اختلفت. فلو لعبتها طوله ما هي كده كده هتترد عليا تاني، فنبتدي من تحت بتكون احسن. صحيح. طب مثلك الاعلى بقى، مين مثلك الاعلى عالميا ومحليا؟ عالميا كاسياس. و انت قلت لي كاسياس، بحب كاسياس بس ما قلتليش مثلي الاعلى. ها، ومحليا الحضري. الحضري شايف ان الحضري عمل تاريخ صعب اي جون يكسره. طب ما عبد المنصف دلوقتي عدى ال 40 اهو باربع خمس سنين او تسع سنين او ثمان سنين تقريبا، وراجل شغال وبيكسر ارقام قياسيه برضه. بس الحضري كبطولات عامل انجازات كبيره في البطولات اكتر من اي جون مصر عملها. صحيح كلامك مظبوط. طبعا حضري من حراس المرمى اللي يعني اقول ايه يعني عدوا بشكل كبير جدا بالظبط، وعملوا لنفسهم ومصر انجاز كبير. يكفي ان الانجاز الوحيد في كاس العالم كان صاحبه الحضري. صح، اكبر لاعب شارك في كاس أكبر العالم، كان شايل ضربه جزاء في تاريخ كاس العالم، كاس العالم كلها. كان اكبر لاعب يشيل ضربه جزاء. صحيح، وبرافو عليك شارب. طب قول لي بقى سيد اخر حاجه، طموحاتك واحلامك انت كسيد بقى شخصيا على المستوى العلمي والمستوى الرياضي. المستوى العلمي طبعا ان اتخرج وانجح باذن الله. المستوى الرياضي ان اكسب ان شاء الله مع الزمالك افريقيا والدوري والعب درجه اولى، ولو ما حصلش نصيب في الدرجه الاولى نحترف بره. طب خدتني لسؤال تاني برضو، يعني ما هو لازم بس بقى عايز تحترف فين؟ الدوري. تحترف فين؟
الدوري الانجليزي لانه بيبقى دوري صعب وكويس. الدوري الانجليزي شايف ان انت يعني لايق على الدوري الانجليزي؟ هو دوري صعب، هو الواحد دايما لازم بيحب التحديات. التحديات اه. ربنا يوفقك دايما يا كابتن سيد، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله حبيبي، وتبقى يعني حضري تاني، تبقى كاسياس تاني ان شاء الله باذن الله، وتبقى احسن منهم باذن الله ان شاء الله. كل التمنيات الطيبه ليك يا سيد، اشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. منورك يا كابتن، حبيبي يا كابتن.